أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة 12 عربية الجديدة على النايل سات. قناة 12 عربية هي قناة تتخصص في عرض المحتوى المتنوع الذي يهم المشاهد في العراق ودول العربية، كما أنها تعرض المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية. وكما نعلم أن المسلسلات التركية قد حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين العرب وأصبحت من أكثر المسلسلات التي تحصل على نسب مشاهدات مرتفعة، ومن المتوقع أن تحقق قناة 12 نجاح كبير خلال فترة قصيرة. قناة 12 عربية العراقية هي قناة متنوعة تعرض العديد من البرامج الحوارية والبرامج الترفيهية والمميزة وبعض البرامج التعليمية للأطفال، ومن المتوقع أن تعرض قناة عربي 12 مسلسلات تركية جديدة مدبلجة للغة العربية، بالإضافة إلى مسلسلات ذات تصنيفات عالية في تركيا. الجدير بالذكر أن قناة 12 عربية مميزة عن غيرها من القنوات الفضائية لعدم وجود الكثير من القنوات المخصصة لهذا النوع من المسلسلات، ولهذا من المتوقع أن تحقق قناة 12 نجاحا كبيرا على المدى القصير، وذلك لأن ملايين العرب يحبون المسلسلات التركية. تردد قناة 12 عربية 2022. يوجد ترددين على القمر الصناعي نايل سات. التردد الأول تردد قناة 12 عربية 2022 على القمر الصناعي نايل سات. التردد الأول القمر الصناعي نايل سات، التردد 10815، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 7-8، الجودة أستي. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 10815، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 7-8، الجودة أستي. الآن نعرض عليكم التردد الثاني على النايل سات لقناة 12 عربية 2022، القمر الصناعي نايل سات، التردد 10727، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 7-8، الجودة HD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 10727، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 معامل، التصحيح 7-8، الجودة HD. اسم القناة لقائمة القنوات عربية 12. إذن بذلك نكون قد وفرنا لكم تردد 12 قناة 12 عربية على النايل سات، ووفرنا لكم ترددين لها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.